جزء البنات يعني اللي تقدات 100 درهم من المحل 100 بياسه اللي تقدات من المحل البنات تاخذ طاجين تاخذ شوفوا معنا كاينه طاجين كاينه طنجيه كاينه قصريه البنات والطنجيه يلا مع العيد في المحل. البنات جبتكم اليوم مع مناسبه عيد الاضحى هنا منين غتقداو ارخص محل تقداو منه العطريه البنات سيروم اللي صورناه في الفيديو السابق البنات ودار ضجه وما بقاش وجبتوه جمر كما كتعرفوا الناس جربوا املو كنا درنا لكم املو ديال اكاجو ونال الاقبال ديال بزاف تاع الناس اليوم جبنا لكم واحد املو الجديد البنات طيب. املو بالبندق معنا البنات شامبو الحشيش هذا مزيان للقشره ومزيان حتى لتساقط الشعر البنات دابا الخل الزنجبيل هذا هذاك خل الزنجبيل البنات غندوزو للصابون الصابون كاين هذا ديال الكركم وحليب اللوز مرطب ومفتيح البشره دابا 20 درهم حليب الاتان الثمن ديالهم 30 درهم تكلينا العسل وحطينا الاملو وبقى لينا غير اتاي مرحبا بكم انتم شوفوا اتاي البنات ندوزو لكم الكسكسو دايرين فيه واحد الصود اللي خطير 30 درهم الكيلو والبنات ندوزو المورينغا اللي غنيه عن التعريف والناس كيعرفوها بزاف كاينه في عصير وهذه كاينه اعشاب هذه على شكل جيلول كتشرب بكل سهوله البنات ندوزو لواحد السيرو هذا قلتي لي ديال الكحبه ديال الكحه البنات المكونات ديالو العسل هنا غندوزو البنات للعسل كما كتعرفوا العسل انواع باش غنبداو اختي كاين العسل الزعتر كما السلام عليكم متابعين قناه مريم شانيل بلا شك عرفتوني فين جبتكم اليوم البنات جينا عند صدقي كوسميتيك مناسبه عيد الاضحى ان شاء الله غنوريكم ارخص بلاصه اللي غتقداو منها البنات العطريه ديالكم مجدين لينا اليوم واحد الصولد اللي خطير خليكم معنا اجي نكتشفوا مجموعين شمن صولد مجدين لينا اليوم البنات جبتكم اليوم مع مناسبه عيد الاضحى هنا منين غتقداو ارخص محل تقداو منه العطريه البنات كيبيعوا بالتقسيط وحتى بالجمله الثمن الاثمنه اللي غتشوفوا معنا دابا ديال التقسيط والجمله يتواصل معهم في الرقم اللي غنخليكم باول فيديو بالنسبه للناس اللي كيشاهدونا اول مره راه كيديروا لا ليفريزون داخل كازا وخارج كازا ما عليكم غير تواصلوا خارج المغرب حتى خارج المغرب عفوا البنات حتى خارج المغرب يعني داخل المغرب وخارج المغرب ولا ليفريزون غراتوي باقا ولا لا ديروا ديروا ان شاء الله مرحبا ولا ليفريزون البنات غراتوي ابتداء اللي فوق 100 درهم الفوق داخل كازا وخارج كازا 200 درهم الفوق 200 درهم الفوق البنات كتكون لا ليفريزون غراتوي اختي باش غنبداو مع دابا الناس كتفكر في العطريه دابا العطريه مناسبه هذا العيد الاضحى ان شاء الله بالصحه والسلامه الله يجيبوا لينا بالصحه والسلامه كاينه العطريه الاشكال ديالها كلها كما كتشوفي معنا المارينا اللحم عطريه الكسكسو عطريه الكسكسو نقرب ليك باش تشوفي بلاتي بشويه باش الناس يشوفوا حيت كاين الناس اللي غيبغيو سكرينيو الناس خارج كازا هذه عطريه الترفيزه عطريه ديال الكسكسو وهذا الماريندا الماريناد اللحم ديك الترقيده فاش كترقدي اللحم وباش غادي نبداو ب هذه عطريه الترفيزه ايه عطريه الترفيزه هذه وهذه عطريه الكسكسو ماريناد اللحم وهذه راس الحانوت شمي معايا راس الحانوت لا البنات راس الحانوت شي حاجه اللي بيو طبيعيه عندنا في المحل وجديد داكشي يلا مطحونة جديدة وزوينة كما كتشوفوا معنا كاين هاد العطرية البيضاء ديال السمك وهادي العطرية الحوت شوفي معنا كنشم فيها ريحة كروفيت شوفي معنا البنات الريحة ديال الكروفيت الناس اللي غادي يجيو المحل غادي يشموا هاد الريحة اللي قلت لكم عليها يعني هما كيطحنوا الكروفيت ماشي القشور ديال الكروفيت البنات كتيبسو كنيبسوه وكنطحنوه داكشي اش كتبقى هاد الريحه عندكم تبارك الله ما شاء الله العطريه كلها جديده وحنا دخلت المحل هذه دابا عطريه الشاورما ديال الدجاج كما كتشوفوا معنا عطريه الشاورما ديال الدجاج وانا بغيتكم البنات تجيو تشموا الريحه ديالها راه تعرفوا العطريه بيو وجديده وهذه العطريه الشاورما ديال اللحم شوفوا معنا الشاورما ديال اللحم البنات شمي انت دابا اللي كتشمي في بلاصه المشاهدين ديالك جبتي لي الجوع التحميره اللي نبغي نقول لكم البنات وجدوا لكم حتى عطريه القديد غير زيدي غير الملحه ياك تزيدي الملحه وغادي تلقاي المذاق ديال القديد يا سلام واعر يعني بلا ما تعذبي وجدوا لك العطريه كامله عطريه الكروفيت نفسها مطحون
بالنسبه اختي نسينا اهم حاجه هي الاثمنه 20 درهم هاد لي بو كاملين 20 درهم هاد لي بو كاملين كتشوفي معنا حتى لهنا التحميره والسودانيه 10 درهم هادو 10 درهم السودانيه 10 درهم 10 درهم والكروفيت 20 درهم 20 درهم وكاينه العطريتي الدجاج بزعفران شمي معنا الريحه ديالها كيفاش دايره الله هانت على الريحه فيها وري للمشاهدين ديالنا شوفوا عطريه بحر مطحونه جديده ولكن الناس اللي غادي يجيو غادي راه كيعرفوا كتعرفي المغربيات ديالنا راه تيعرفوا العطريه غير من الريحه ديالها البنات وغتشعرفوا داكشي بيه والناس اللي جربوا خداو العطريه من عند صدقي كوزميتيك بالحي المحمدي يبانوا لنا في التعاليق مرحبا بكم الف مرحبا وتكتشفوا معنا العطريه الجديده ديال بسطيط الحوت راه عطريه واعره حتى هي انت كتشوفوا معنا حتى هي 20 درهم العطريه ديال اللحم بالزعفران حتى هي 20 درهم معنا البنات هادو كاملين 20 درهم وخليكم معنا راه كاين عطريه ديال 10 درهم كاين عطريه شوفوا الفيديو حتى الاخر مرحبا كله مفاجات شنو غندوزو دابا كاين الثوم الملسم وكاين البصله بصله من السماء وبصله العاديه كاين البزار هادو كاملين ب 10 درهم كما كتشوفوا معنا نص رابعه هذه نص رابعه 10 درهم كما قلت لكم ارخص محل ممكن تاخذي منه العطريه تحميره ناشفه شي حاجه اللي بيو شي حاجه طبيعيه البنات الكركم حتى هو التحميره عندكم اللي ناشفه وعندكم اللي فيها الزيت اللي فيها الزيت دابا اللي طبيعيه البنات في التحميره هي هذه هي هذه باش تعطي داك اللون احمر كيزيدوا لكم فيها الزيت وكتولي بحال هذه طبيعيه التحميره بغيتي هذه ولا هذه نفس الثمن هي هذيك نفس الثمن 10 دراهم 10 دراهم أو جابوا لكم حتى السمن حتى السمن شوفوا البنات شمي الريحه ديالها هذا السمن الحي السمن الحي بالزبده البلديه بالزبده البلديه البنات السمن بالزبده البلديه شوفوا معايا في محل تطبيق جديد هو هذه العطريه هذه العطريه الخاصه ديال القديد ديال مناسبه عيد اضحى بلا ما تعذبي غير ناقصها الملح 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 زيدي غير الملح ها القديد ديالك واجد واجد ان شاء الله تنشري الغد ليه والله الا يعطيك يلاه جبنا لكم بلا ما تعذبوا البنات كنفكروا فيكم وبالنسبه اختي شت اليوم ما كاينش كادو خودي هذه كاينين هاد القرعات كاملين اللي خديتي جوج ب 15 وحده ب 10 دراهم جوج ب 15 هادو ديال القليان هادو اللي كتبغي تقلي ديك لي بطاطا سوطي بحال هكا حتى السمك حتى هو يا الحوت بحال هكا كفته داكشي كديريه في هاد الخليط وكتقلي ليه وكاين هاد الملسمات الاعشاب ملسمه كامله من الشابات من هادو كيداروا في لي سوب وعرفتي كيداروا حتى في البيتزات كيداروا بزاف حتى مع حتى الدجاج كتنسمها فهمتيني الثوم القصبي حتى هو راه زوين هاد المنسمات البنات وحده ب 10 دراهم وجوج جوج ب 15 يمكن لهم يخلطوا يمكن يخلطوا خلطي من هنا خلطي من هنا اي بلاصه بغيتي تخلطي كاين حتى عطريه السوسيس دابا بمناسبه عيد الاضحى الناس يوجدوا السوسيس شوفوا معنا هذه حتى هي الثمن حتى هي نفس الثمن وحده ب 10 دراهم جوج ب 15 جوج ب 15 البنات كاينه الخلطه الامريكيه ديال الكفته واللحم حتى هي شوفوا الخلطه الامريكيه ديال الكفته وديال اللحم شوفوا وشيش كباب حتى هي ديال اللحم دابا بمناسبه عيد الاضحى وكاين حتى الكوزه مطحونه حتى هي كنحتاجوها في العيد وهذه عطريه الطيحه راه حتى هي كنحتاجوها في العيد العطريه ديال الطيحه كل حاجه درتي لهم العطريه ديالها صافي فكرتوا فينا بلا تمارة بلا عذاب غير شري شري وخدمي بها على خاطرك وغادي تلقاي ان شاء الله داكشي اللي يعجبك واكثر ان شاء الله اللي بغات تنوع وحده ب 10 دراهم اللي بغات تنوع جوج ب 15 سواء تاخذ هذه ولا تاخذي عطريه السوسيس البنات كاين حتى زعفران شعره ها هو بحرجه من تليوي مباشره هذا زعفران البنات شمي الريحه ديالها بطه مزدوده الله الريحه عاطيه تشرب اتاي دير في مرقه اللحم زعفران مهم ضروري في العيد كديري حتى الزغيبات في ماورد وترشي على وجهك اييه راه شي حاجه واعره اتاي راه دجاج ما اي حاجه اي حاجه ضروري يكون في الدار زعفران الحر زعفران حر هذا الثمن 35 درهم وحده 35 درهم الوحده ولا خدات جوج جوج ب 60 60 درهم يا الله 60 احنا جبنا خدي وحده والثانيه فابور دابا خدي جوج كنقصوا عليك الاثمنه وهذا زعفران الحر البنات. حر حر الناس اللي كيعرفوا صدقي كوزميتيك وتقداو من عندها الفيديو السابق البنات بانوا لينا في التعاليق البنات ندوزوا لكم الكسكسو دايرين فيه واحد الصود اللي خطير من 30 درهم الكيلو درنا لي 20 درهم
عوض 30 درهم اليوم غير ب 20 درهم كيستاهلوا المتتبعين ديالنا. اي كيستاهلوا كل خير. فيه القمح الصلب والقمح الطري والشعير والذره واللان خلطين خلطين خماسي هذا ما شاء الله راه زوين تيجي في صحه مزيان المعده والمصارن هذا زوين. حنا كنجيبوا لك يعني صدقوا كوسميتيك معروفه غير بالبيو شي حاجه طبيعيه البنات. مرحبا بكم شوفوا معايا اي زميطه بحراجات الزميطه الناس اللي عشاق الزميطه على الفطور واعره صحيه اي زيت العود العسل وما طيب هكا تجي رائعه. هذه هذه سيه درهم كيلو ب 20 درهم نص كيلو ب 20 درهم يلاه البنات فيها كميه انت راك تشوفي فيها كيلو هذه ولا نص كيلو؟ نص كيلو هاي نص كيلو دابا ملي كتبغي تخلطيها هي كتزاد 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 الزميطه كتشرب وكتزاد. وكاين ايلان كسكسو ديال ايلان شوفوا معنا البنات كسكسو ديال ايلان هذا تا هو كاين فيه شي برومو تا هو فيه برومو كيدير كيلو ب 25 درهم كيلو ب 25 درهم البنات الا غني عن التعريف البنات كتعرفوا الا الكيلو الدار التفاصيل وكاع شي حاجه وهذا كسكسو ديال الخروب مزيان الناس اللي عندهم القول العصبي خروب مره جا نسمع مزيان لي جديد الخروب معروف راه مزيان كما كنعرفوا بان كسكسو كيدور في المصارن هذا صحي هذا صحي. وكاين هذه الحسوه ديال الشعير فيها جميع الاعشاب كما كتشوفيها مخلطه فيها الذره وفيها القمح مهرس وفيها شوفوا الحسوه هذه راه مهمه هذه بالذره هذه شحال الثمن ديالها؟ هي الثمن ديالها 25 درهم شحال فيها؟ مسكينه فيها مسكينه كتبقى ب 20 درهم كتبقى ب 20 درهم حتى بركوكش حتى هو ما نسيناش لكم البنات جبنا لكم بركوكش عشاق بركوكش بان هنا بركوكش ها هو وجوج الانواع جوج الانواع كاين هذا العادي وكاين اللي بالشعير يلا داك الشيء هذا ب 25 درهم 900 غرام شحال 25 درهم 500 ريال 500 ريال وكاين حتى كسكسو ديال الذره هو البنات عشاق الذره دابا الحمد لله الكبير غادي تجي بها الحمراء كيجي يا سلام يا سلام البنات جابوا لكم كسكسو ديال الذره برعوكم حتى هو موجود غادي تجي داك الشيء كلشي موجود كلشي موجود ديال الكسكسو لا ما تعذبي ما تمحني كلشي واجد كلشي واجد مع العيد الكبير كتكون فيه تماره يعني الواحد ياخذ فكرنا فيك اختي مرحبا بكم شنو غندوزو دابا هي البنات ندوزو المورينغا اللي غنيه عن التعريف والناس كيعرفوها بزاف كاينه في عصير وهذه كاينه اعشاب كاينه اعشاب هذه على شكل جيلول كتشرب بكل سهوله عندها فوائد كثيره كما كتشوفي معايا مزيانه الضغط المرتفع مزيانه السكري البدايه السكري مزيانه صحاب التدخين اللي بغاو يوقفوا على التدخين كتعاونهم مزيان لجميع الامراض تقريبا وفيها مضادات الاكسده اللي غنيه على السبيرولينا بحال السبيرولين وهي عندها فوائد كثيره حتى الوقايه من السرطانات الثمن ديالها الثمن ديالها 50 درهم 50 درهم 40 حبه 40 حبه 40 حبه 40 حبه البنات هذا المورينغا اللي كنتو سولتوا عليه ودايره ضجه البنات هاي 40 حبه الناس اللي باغيين يقطعوا التدخين شوفوا معنا هذه الماكا شوفوا معنا هذه بالنسبه للبنات اللي بغاو يزيدوا في الوزن مزيان حتى لفقر الدم وكتزيد حتى في الذاكره شتي هاي جميع الفوائد هاي مذكوره هنا عندها فوائد كثيره هذه الماكا هذه شحال دايره هذه هي 50 درهم فيها 40 حبه 40 حبه واخا بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الريجيم قدروا يتبعوا هذا الشاي الاخضر جيلي الاوراق ديالو راه زوينه مفيده للتخسيس كتساعد على حرق الدهون شتي تي كتشرب فانيده على شكل جيلي شتي 40 حبه في 40 حبه حتى هي 50 درهم 50 درهم البنات نكملوا في اطار التخسيس كاين حتى الكافي فيغ هذه قهوه وكاينه دابا كاين اللي كيبغي هذه وكاين اللي كيبغيها حبوب فوالا هاي حبوب وكاينه وكاينه جيلول والثمن ديال الحبوب الحبوب هذه 30 درهم جوج ب 50 هذه حتى هي كدار في الماء طيب ملي كتطلق مزيان كتولي كتشربيها عادي وهذه كتشرب كجيلول كدير 50 درهم في 40 حبه 40 حبه 40 حبه كما عرفتوا قلت لكم صدقي كوزميتيكا البنات راه التقسيط والجمله هنا المقر هذا هو المحل اللي كيليفري المحلات اخرين
كاين بروبوليس. يعني هاد الاثمنه مستحيل تلقاوها في بلاصه البنات. لا شوفوا معايا هادي بروبوليس، اهم حاجه ان داكشي طبيعي 100% طبيعي. هادو مكملات غذائيه ما فيها حتى شي اضرار على الصحه، بالعكس هي كتزيدك في الطاقه، كتعطيك كتقوي المناعه وعندها فوائد كثيره على الصحه. بحال مثلا البروبوليس هو غني اعتراف راه هو بحال قلتي هو مضاد حيوي. مضاد حيوي لجميع بزاف الامراض، كيتزاد حتى مع العسل، حتى هو فيه بودغ وفيه جيلول. هذا كيتخلط مع العسل وكيتشرب، وهذا كيتشرب وحده. الثمن ديال هذا الثمن تاعو 50 درهم، وهذا 50 درهم حتى هو. لا ميمشي، هذه فيها 10 غرام باش يعرفوا الناس شحال فيها من غرام. هذه فيها 10 غرام، فيها 10 غرام. هذه فيها 40 حبه، هذه كما قلنا كلهم فيهم 40 حبه، كلهم فيهم 40 حبه. كاين هذه اوراق تاع الزيتون، هذه اش كتليق، هذه مزيانه للقلب والشرايين وتا للبرد، ومزيانه عندها بزاف الفوائد، مزيانه حتى لضغط الدم المرتفع، فيها مضاد للبكتيريا الالتهابات كما كتشوفوا معنا، كلشي واضح، حتى السكري ومرض النقرس. الثمن ديال هذه حتى هي 50 درهم، فيها 40 حبه. 40 حبه. وكاين هذا الجينسينغ، حتى هو كيقوي المناعه، كيزيد في الطاقه، وكيحيد السخفه حتى هو، يا مزيان للناس اللي كيخدموا بزاف وكتجيهم العياء والتعب، هذا زوين ليهم، كيعطيهم الطاقه في الصباح. حتى هي في 40 حبه وب 50 درهم. هادو كاملين 50 درهم البنات. كاينه الحلبه حتى هي بالنسبه للبنات اللي بغاو يزيدوا في الوزن، ما عندهمش الشهيه، كتفتح لهم الشهيه، زينه حتى للصغار، حتى الولدات صغار ممكن ياخذوها. ايه هذه هي شحال فيها حبات؟ حتى هي تاي جيلول، حتى هي 50 درهم، فيها 40 حبه. 40 حبه. وهذا القسط الهندي غني عن التعريف، القسط الهندي هذا كيقاد الهرمونات بالنسبه للنساء وحتى للرجال، حتى هما اللي عندهم مشاكل راه زوين بزاف، حتى الامراض السرطانيه حتى هو فيه فوائد كثيره. 40 حبه 50 درهم. هذا الكركم، الكركم هذا فيه حتى هو فوائد كثيره، حتى هو اكثر الامراض السرطانيه، الله يشافي الجميع ان شاء الله. الله يشافي. حتى هو ب 50 درهم. 50 درهم البنات، حتى 40 حبه. حتى 40 حبه. راه كاين حتى سبيرولي، سبيرولي حزي موجوده ان شاء الله، دابا تدخل دار اللي دارت ضجه وجاو الناس بزاف وخذوها. كاينه حتى هي غتكون ب 50 درهم. حتى هي ب 50 درهم بواط وحده فيها 30 حبه. 30 حبه ماشي 40 حبه. هاني تيرولينا البنات اللي دارت ضجه في الفيديو السابق، دابا تقادات غدا الصباح ان شاء الله تكون ان شاء الله مع لا فيديو ان شاء الله، ملي تحطي لا فيديو غتكون ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يعني اللي بغى سبيرولينا البنات جاوا وما لقاوهاش، غدا ان شاء الله غتكون. شنو غندوزو دابا؟ العسل. غندوزو البنات للعسل، كما كتعرفوا العسل انواع. باش غنبداو اختي؟ كاين عسل الزعتر كما كتشوفوا، كتبداو بعسل الزعتر. عسل الزعتر، العسل الاسود هو مزيان الجهاز الهضمي، مزيان الجهاز التنفسي، المشاكل الربو، كاين الحساسيه فيه بزاف فيه. عسل اسود وعسل بني هو هذاك عسل اسود ديال الصحراء جنوب المغرب، وهذاك اللي شويه بني ديال الشمال. والثمن؟ الثمن ديالو 350 درهم الكيلو، الرابعة كدير 87 درهم. هادي 87 درهم. نعم. وندوزو العسل الدغموس. العسل الدغموس غني عن التعريف، فيه فوائد كثيرة للمناعة، مزيان حتى هو حتى البنات اللي كيعانيو من الكيس ومشاكل عرفتي ديال بزاف ديال المشاكل، مزيان الحساسية، عندو بزاف ديال الفوائد. هو الرابعة ديالو كدير 1500 كيلو 300 درهم. الله خليكم معنا. ندوز دابا عسل، عسل السدر. شوفوا معنا عسل السدر، عندو فوائد اللي عنده مشاكل في الكبد، فهمتي، مشاكل تاع التدخين، عنده بزاف تاع الفوائد، هو زوين بزاف هذا العسل تاع السدر. الثمن ديالو كثير، عنده 65 درهم الرابع. 65 درهم الرابع. ندوزو العسل الزكوم. عسل الزكوم حتى هو يا واش الصوت مسموع مزيان؟ مسموع. هذا تا هو الثمن ديالو 50 درهم الرابع. والفوائد ديالو حتى هو عنده فوائد على الجهاز الهضمي، حتى هو على المشاكل الكبديه، المشاكل ديال القول والعصبي، حتى هو عنده بزاف الفوائد. وندوزو دابا عسل الخروب. عسل الخروب اللي عنده مشاكل في الهضم، مشاكل ديال الجهاز الهضمي، المعده، مسارن، راه زوين هذاك بزاف بزاف هذاك عسل الخروب. معروف الخصائص ديال الخروب. الثمن عنده 50 درهم هذيك الرابعه. 50 درهم.
وكاين عسل ليمون. عسل ليمون زوين للفطور، عسل حر كما قلنا سابقا، عسل بري ماشي عسل ديال العلف. 30 درهم الرابع. 30 درهم هاكي دقي معنا وندوزو العسل. اجي تشوفوا معايا، دقي 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 البنات، هي دقتو واعر مزيان حتى الاطفال الصغار ما مجهدش عليهم. هذا شحال داير عسل الليمون؟ الرابع داير 30 درهم. 30 درهم وندوزو العسل كاليبتيو حتى هو. هاكي حتى هو دوقي، شوفي معنا، شوفي معنا عسل حر هذا. ماشي عسل ديال العلف، عسل حر كنذكروا ديما هو عسل حر. داك حار في الحلقه البنات. عسل حر ماشي ديال السكر ديال العلف. هذا حتى هو الثمن ديالو؟ عسل بري. شحال الثمن؟ 30 درهم. 30 درهم، 30 درهم الرابع. عسل اوكاليبتوس، عسل كامل 30 درهم البنات. الثمن ديالهم العسل عندنا ثمن مناسب. أثمنة كل عندكم في جميع المنتوجات عندكم أثمنة مناسبة، يعني الناس قالوها ليا في التعاليق تبارك الله ما شاء الله عليكم. كما قلت لكم هنا راه كيبيعوا التقسيط والجملة، حتى الناس اللي بغات تبدا المشاريع ديالها هنا منين تاخذ من عند سلقي كوزميتيكا. البنات اللي في الحي المحمدي البنات، ندوزوا لواحد السيرو. هذا قلتي لي ديال الكحبة. ديال الكحه البنات. المكونات ديالو العسل، النعناع البري والزعتر بروبوليس وغذاء الملكة النحل وفيتامين سي. هذا مزيان الناس اللي كيعانيو من الكحبة كيتوقفوا. هذا راه زوين، الثمن ديالو 40 درهم. 40 درهم البنات، شوفوا معنا هذا 40 درهم. اللي عندهم الحساسية راه زوين هذا السيرو هذا. حساسية وحتى الكحة. فيه البروبوليس. 40 درهم. 40 درهم. شنو غندوزو دابا؟ وكاينين هاد كما شفتي معنا، هذا طلع النخيل. شنو هاد طلع النخيل؟ هذا كيديروه في العسل، هذا كيزيد المناعة. هو بروبوليس وغذاء الملكة هو تا هو متوفر. غذاء الملكة غنية عن التعريف. هذا الغذاء الملكة تا هو 50 درهم. 50 درهم. شحال فيها؟ فيها 10 غرام. لا غير الملكة تكون قلعة صغيرة ولكن الفوائد ديالو كبيرة بزاف. أكيد تيقولي صغيور ومطيور. وبالنسبة هاد مزيان السخفة، مزيان الطاقة، مزيان فقر الدم، مزيان يعني ممكن تاكلوها هكا بوحدو. بزاف يتكل بوحدو. ديرو حوايج قرا تحت الانسان راه دات كل اللي كتشرب كتستافد منه. تبارك الله. تحت الانسان راه الفوائد ديالو كثيرة بزاف. كاينين حتى حبوب اللقاح حتى هما كاينين متوفرين. شوفوا معنا حبوب اللقاح البنات. هادو يدارو حتى مع العصير كما قالت الاخت، مع العصير مع العسل مع الحليب مع ما شما درتي. حيت الدراري الصغار تيبغيو ياكلوه بزاف ديرو ليهم مع العصير ما كيبانش. الثمن ديال حبوب اللقاح 35. 35 درهم البنت. كاليبتوس ها هو شتي، شوفوا معنا عسل كاليبتوس البنات كيفاش داير. شتي عسل حر هاكي اختي ذوقي. بلاتي اختي نجيب الخبز. مرحبا. راه كاين الخبز. مرحبا. ندير كلشي جبناه هاكي هاكي اختي دقي. بسم الله اللون ديالو صافي تبارك الله. عسل حر ماشي عسل ديال ما نقولش لكم البنات على المذاق ديالو كيفاش داير. العسل الكاليبتوس وعسل الليمون يتكالوا ماشي مشكل مع الخبز. العسول الاخرين كيتخادوا شربة خاصة بحال الدواء. بحال الدواء الزعتر تيبغيو يناسو الصباح. الصباح والليل. الصباح والليل. عسل الليمون. عسل الليمون شوفوا البنات عسل الليمون كيفاش داير. حتى هو الماكلة هكا الفطور الصباح. الصباح مع هادي مع الخبز. هو عسل السدر. هو عسل الكاليبتوس مزيان الفطور. انا كنذوق بلاصتكم البنات، كنفطروا بيه عادي حنا. واحد المذاق ديال الليمون شحال تجيو البنات المحل تبارك الله ما شاء الله. راه غنذوقي قبل ما تشري. ذوقي عاد شري. عسل الخروب ها هو اللي قلنا ليه ذو فوائد ديال المعده والمصارن. ها هو تا هو كتشوفي معنا. هذا كيتشرب كما قلتي لي شربة عسل. كديري مع القمعة نص كاس على المدافي الصباح هو الاول عاد باش تفطري بنص ساعه. راه زوين هذا هادو. خلي حتى من بعد من بعد ندوق. خلي في مذاقك الليمون. زوين. شوفوا معنا وهذا عسل عسل السدر هذا ها هو شتي. معايا عسل السدر البنات. العسل باقي جديد راه يلاه. هذا العسل الاغلبيه ديال العسوله يلاه جا
شتي حتى العطريه يلاه جات يلاه لقيتها يلاه كيستحق بحال العسل ديالو لقيتها ديالو يلاه جا بحال الزعتر كان عندي واحد المذاق زوين هاد العسل الزعتر كيكون عاقد هاكي دوق الزعتر هاكي دوق في واحد المذاق رائع مذاق واعر 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 حتى داك المذاق اللي كيبقى في هكا كيحرق فيه المذاق الزعتر الزعتر زوين بزاف وباقي لنا هذا الدغموس خليناه هو الاخر حيت علاش الدغموس خليتيه هو الاخر هو كيعطي ديك السخونيه في الاخر دابا كتدقيه في الاول كيجيك حلو في الاخر كتعطيك السخونيه بالنسبه للناس اللي فيهم البار مر لا لا ما مرش انت تشوف في واحد المذاق زوين انت تشوف ما مرش بالعكس البنات واعر حتى الوليدات حتى الوليدات الصغار يقدروا ياخذوا ما حرش بزاف حتى الاخر عاد كتحسي بواحد حتى الاخر كتطلع معك السخونيه هذا طلع معك السخونيه تحسي بها بالنسبه للناس اللي فيهم البرد في مذاق زوين انا البنات ورينا هادو ضايقين وحنا الكراميل جان المذاق ديالو زوين باش حتى الدراري الصغار يقدروا ياخذوا العسل البنات هادو جميع انواع العسل وريناه لكم الناس اللي غيجيو للمحل اكيد راه غادي تشوفوا قبل ما تشريو الناس اللي جربوا العسل من عند صدقي كوزميتيك بالحي المحمدي يبانوا لينا في التعليق كما كتعرفوا الناس جربوا املو كنا درنا لكم املو ديال اكاجو ونال الاقبال ديال بزاف تاع الناس اليوم جبنا لكم واحد املو الجديده البنات املو بالبندق بالبندق غادي يلقى الاعجاب ديال زيت ارغان والعسل زيت ارغان والعسل ها هو هذا البنات خطير طحناه وجبناه حنا الاولى ما شاء الله ها دقتي معانا غزال غزال المذاق ديالو ديال البندق البنات هذا تجيو وتجربوه شوفوا معايا ها هو هذا الجديد هذا املو بالبندق ارغان والعسل الريحه ديال الارغان عاطيه فيه تبارك الله ما شاء الله الناس اللي جربوا من عندهم املو يبانوا لينا في التعاليق خطير هذا خطير سوي خطير الفطور الريحه ديالو انت هي عطات تاع البندق الثمن ديالو 40 درهم جوج ب60 وحده ب 40 درهم شحال فيها فيها رابعه ميلي ب 250 رابعه هذه رابعة البنات 40 درهم خديتي جوج 60 درهم نقدروا نخلطوا من اي املو فوالا حيت ما عندهمش غير املو ديال البندق عندهم حتى ديال اللوز ديال اللوز حتى هو رابعة حتى هو ب 40 درهم جوج ب60 يعني تقدر تاخذ تاع اللوز وتقدر تاخذ ديال البندق تاخذ حتى ديال املو ديال زريعة اليقطين هذيك الزريعه ديال القرعه القرعه الحمراء البنات كيديروا في كسكسو اييه راه عندها فوائد كثيره كثيره مهمه نقل الفقر الدم بزاف د الاشياء مزيان حتى الحنيشات الصغار الوليدات الصغار أيه. مشاكل البروستات عند الرجال يعني البنات اللي عندهم الناس اللي كيعانيو الوليدات ديالهم ماشي غير من الحنيشات هكا هذا هذا صحي ليهم المذاق ديالها خطير واعره والثمن 40 درهم جوج ب60 درهم البنات اكيد دوقي معنا اخت مريم الصراحه واعره على المذاق ديالها واعر البنات وحتى حتى الوليدات المذاق غادي يعجبهم المذاق ديالو غزال حتى الوليدات غادي يعجبهم هذا املو البنات واحد المذاق اللي خطير البنات وحلو وفي ارغان حتى هو العسل وتا هو الثمن ديالو 40 درهم 40 درهم بغيتي ب60 بغيتي تخلطي هكا جوج من اليقطين وحده من البندق جوج ب60 درهم فيهم رابعه فيهم رابعه ودابا شنو غندوزو هذه انرجي بلس اللي فيها فواكه الجافه مطحونه مقاده مزيانه للفطور حتى هي مزيانه كتخلط حتى في لي كيك تقدري ديريها فيها مع العصير مع الحليب والله الناس كلشي دابا ولا كيديروا داكشي طبيعي تفني فيها كما عجبك انت راه كلشي اللي في خويساك مطحونين فيها القرعه زريعه القرعه اللي هي هنايا ها هي فيها الشريحه فيها اللوز فيها البندق فيها كلشي الفواكه الجافه مطحونه هذه رابعه الثمن ديالها 40 درهم حتى هي جوج ب60 40 درهم جوج ب60 البنات واجي تشوفوا معنا الشريحه المعسله اللي غنيه عن التعريف البرد فوائد الشريحه معروفه حساسيه للكهبه فيها العسل الحر حتى يخدموا بالاعشاب والشريحه هذه البنات ماشي لصحاب السكر كما قلت هي بالعسل هذه الشريحه بالعسل وشحال هذه الثمن ديالها 50 درهم الثانيه فابور البنات خدي وحده ب 50 درهم والثانيه فابور شوف شوفوا معنا الشريحه شوفوا الشريحه كيفاش دايره البنات معسله صاينه والريحه ديال الاعشاب خارجه منها تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ريحه الاعشاب والعسل هذا شتي كتشوفوا معنا درا عسل ما ياكلوش هذا لا صحاب السكر لا
والثمن ديالها 50 درهم وحده غراتوي فابور. بدينا دابا كندخلوا في الفابور البنات خليوكم معنا. محبوبه الجماهير هذا مربى الحلبه والمذاق ديالها غزاله البنات. الناس اللي خداوها راه الناس بزاف جاوا تقداوها من عند صديقي كوزميتيكا البنات بانوا لنا في التعاليق هذا المربى ديالها اكثر مبيعا في كل شيء كيسول عليها هذه من زوينه للصغار وحتى للكبار حتى الوليدات الصغار الوليدات الصغار زوينه حتى الثمن ديالها 40 درهم 62 هذه ما فيهاش الفابور راه كلها فابور هذيك عندها واحد المنافع ديالها فيها منافع زوينه علاش الناس كانت الاقبال اللي جربها كيجي عاود ياخذها راه فيها اللوز وفيها البندق وفيها العسل الحر حتى هي باش مخدومه والرشيم ديال الحلبه ماشي الحلبه والرشيم تاع الصوجه يعني الحلبه منبته وحده ب 40 درهم جوج ب 60 درهم خليكم معنا الجديد اللي جابوا اليوم البنات هو هاد نوتيلا بالبندق البنات طبيعيه حتى زوينه الفطور كلشي على الدراري الصغار الفطور هذه كلشي ديالو نوتيلا طبيعيه طبيعيه بالبندق مذاقها خطيره البنات دقتها واعره زعما حتى الوليدات غادي تعجبهم المقوله تعجبهم وبالبندق بالبندق هذه رابعه 30 درهم 30 درهم رابعه 50 درهم جوج ب 50 درهم خليوها لهم جوج ب 50 درهم ديري لهم بروموسيون باش يذوقوها مرحبا واللي ذاقها يخلي لنا التعاليق البنات مرحبا خليكم معنا ندوزو ندوزو بنات دابا الخل الزنجبيل هذا هذاك خل الزنجبيل هذاك مزيان الناس اللي عندهم شحمه في الكبده شحمه لهم بزاف بزاف هذا الثمن ديالو 50 درهم والثانيه فابور يلا كما قلت لكم الفيديو دابا دخلنا في الفابور البنات وحده ب 50 درهم والثانيه فابور شنو غندوزو دابا الخل ها هو خل التفاح اللي غني عن التعريف البنات هذا مزيان للتخسيس مزيان حرق الدهون مزيان حتى القشره اللي في الراس مزيان حتى المشاكل اللي كيكونوا في الجنين بحال هكا كدير معلقه مع شويه البيكربونات في الماء الطيب راه زوين بزاف هذا خل التفاح فيه بزاف الفوائد راه حلو الضعف وحر واخا كتشوف قرعه صغيره كديري غير معلقه في شويه تاع المداح في الاكل ممكن كدير حتى في السلطه راه مزيان اللي كيحرق الدهون هذا زوين اه كيديروا الناس اللي باغا الضعف فوالا هذا الثمن ديالو 20 درهم 20 درهم هذا معاش الفابور الثمن كله فابور 20 درهم 20 درهم البنات خليكي معايا ما كتستعملي راه زوين خليكم معنا كلينا العسل وحطينا الاملو وبقى لينا غير اتاي مرحبا بكم انتم شوفوا اتاي مسقي عرفتي البنات بغيتكم تشموا الريحه اللي فيه فليوعات يا ريحه البنات هذا انا خديته البنات في الفيديو السابق وجربته خطير ما ديري لا نعناع ما ديري حتى حاجه ديري غير درتو بوحدو عرفتي خطير البنات تاخذوه ريحته خلي لي التعاليق شوفوا معايا هذا ديري فيه اليوم ماشي برومو 30 درهم جوج ب 50 30 درهم شحال فيها فيها 200 غرام 200 غرام 30 درهم جوج ب 50 درهم جوج ب 1000 ريال وكاين حتى الاعشاب المنسمه شوفوا معايا اعشاب المنسمه اللي كتهدئ كديري في الليل بحال تيزان كديري غير شربيها وناسي شربيها وتنعسي فيها الثمن فيها لويزه هذه ب 10 درهم درهم 10 دراهم 10 دراهم زيها باش يشوفوها انت شوفوا شوفوا معايا هذه 10 دراهم البنات فيها البابونج فيها الورد فيها السلميه فيها ازير فيها كل شيء كامل الصوفي كامل 10 دراهم شي مزيانه للمعده مزيانه للهضم مزيانه دابا مع العيد الكبير زوين مع العيد الكبير فوالا ها كولي اللحم وشربي موراها شربي اتاي بحال ما كليتي والو اتاي المعشب كاين هاد اتاي هذا التخمه تاع التخمه الناس ملي كياكلوا بزاف غير عوشقه ديال صغيره ديال الخل الخل هذا وشربوها راه كيساعد في الهضم دابا البنات ضروري يكون عندكم خل التفاح واتاي اللي فيه اعشاب فيه الزعتر فيه كلشي الاعشاب حتى هو كيساعد على الهضم حتى هذا فيه برومو 30 درهم جوج ب 50 يقدروا ياخذوا وحده ياخذوا من السم وياخذوا هذا تخلطي وياخذوا حتى خل التفاح راه غادي يعاونهم في العيد دلينا الماكله عطيناكم العطريه دابا غندوزو للتجميل العنايه بالبشره دابا تهلا دابا البشره تهلاو ليا في ريوسكم ما تبقاوش حاضرين غير تماره والطياب والطياب اجي دابا تهلا هذا كريم الحلبه اللي غني عن التعريف ودار ضجه في الفيديو السابق وهذا البنات وبغيت البنات اللي جربوه يبانوا لينا في التعاليق ها
هذا اختي هذا كيدير 50 درهم وخلينا كيف ما داك لا برومو الثاني غاتو خدي وحده ب 50 درهم والثانيه فابور اللي في عزيزه الفابور انا كنقلب للمتتبعين ديالنا على الفابور يعني الا خديتو جوج انت واختك هكا راه غاتجيك 25 درهم الوحده بالنسبه اختي هذه طريقه الاستعمال ديالها ملي اللي نستعملو غسلوه بصابونه وديرو الكريم كيتشربو مع لابو كيرطب وكيحيد التجاعيد وكيصفي البشره وفي نفس الوقت كيعطي لك حنيكات بحال اللي ما عندوش الخدود كيعطي الخدود هذا ديال الوجه ولا ممكن ان ديروا الجسم اي بلاصه اي بلاصه بغيتيها اي بلاصه اليدين الصدر اي بلاصه لي بارتي بغيتيها تزاد فوالا طبيعي ما تخاف منه ما حتى شي حاجه ما في حتى شي مواد كيماويه وحده فابور شنو غندوزو دابا كريم الحلزون ونشوفوا بعدا الزيت هذا كاين حتى الزيت ديال الحلبه كاين حتى الزيت الحلبه هي كاين زيت الحلبه كاين الزيوت كامل جميع الانواع كاينين وهذا زيت الحلبه هذا ديال الشعر ولا ديال الوجه ديال الشعر وكذلك الوجه هذه حتى هي فيها شي فابور ضروري 30 درهم جات مريم شانيل خاص يكون الفابور بابيك مرحبا 30 درهم الا خديتي جوج ب40 الا خديتي وحده ب 30 درهم جوج ب 40 درهم جوج ب 40 درهم يعني البنات سارعوا الكميه موجوده كاينه ندوزو لهاد كريم الحلزون اللي غني عن تاريخ مضاد التجاعيد مضاد لي تراس ديال الحبوب وحتى ضربات الشمس الثمن ديالو 80 درهم 80 درهم البنات هاد الكريم هذا كيدار تاهو من الليل من الليل من الليل وكاين حتى دهوله من الحلزون دهوله من الحلزون كتستعمل كغوماج مره في الاسبوع كنعطيوه معاه لارجيل طبعا كتاخدي منه شويه تاع لارجيل معلقه وشويه ديال معلقه صغيره وشويه ديال هوله من الحلزون ها هو كتشوفوا معايا هوله من الحلزون هذاك الرغا ديال البوبوش هو هذا هو هوله من الحلزون هو هذا هذاك اللي كي اللي كتلقوا الحلزون ملي كتقولوا وريهم هاد هو هذا هذا غطي بلاتي ديري هكا باش يبان للبشره بيني هكا شتي مزيان الحروق مزيان يعني اللي خدات هاد الهوله من الحلزون تاخذ معاك كنعطيو معاه هذا غراتوي طين واللي بغات طين وردي طين ابيض هي كاين الطين الاخضر والوردي وكاين حتى الطين الازرق يعني عندك لو شوا تاخذي تختاري اللي بغيتي وبالنسبه للهوله من الحلزون الثمن 50 درهم 50 درهم البنات ايوا 80 درهم وزائد الكادو زائد الكادو اللي هو لارجيل ومره واحده يدير في الاسبوع فوالا سمعوا البنات مره واحده في الاسبوع كيدار كغوماج كيدار غير كيتخلطوا بجوج وكيدار حركيه بحركه دائريه للبشره كيحرك حتى الدوره الدمويه كتولي الوجه كيعطي ديك فهمتي كيولي الوجه احمر شويه كيعطي هذيك وكتغسلي من بعد الزنيقه من بعد شنو غندوزو ندوزو الفابور طلعوا حنا باغينا الفابور اختي حليب كما كتشوفوا معانا الناس بزاف عجبهم بزاف شمي معايا هذا فيه ريحه خطيره البنات بغيتكم تجيو قلت لكم بيور ما شوفوا البنات مرطب البشره هذا 40 درهم وجوج ثانيه غراتو 40 درهم وحده وخذي الثانيه فابور حنا باغينا الفابور كاين ثلاثه انواع كاين اللوز وكاين ديال لالويفيرا يعني كاين الكوك كل شيء هذا الحليب طبيعي اللي بغات تاخذ وحده هكا وحده هكا هي ممكن تاخذ لالويفيرا مع اللوز ممكن تاخذ لالويز خذي وحده وخذي الثانيه فابور ممكن تنوعي البنات تختاري اللي بغيتي هادو هما انواع ديال الحليب اللي كاينين ودابا الزيوت البنات جميع الزيوت عندهم زيت نبداو بهاد زيت البابونج كاين زيت البابونج زيت جاني القمح زيت تين شوكي سيليا تفاح زيت نواه المشمش كاين بزاف ديال الزيوت الاثمنه بحال مثلا زيت النمل 60 درهم الثانيه غراتوي 60 درهم الثانيه غراتوي زيت النمل بالنسبه لزيت سيليا 60 درهم الثانيه غراتوي بالنسبه لزيت تين شوكي 60 درهم الثانيه غراتوي زيت البابونج زيت اللوبان الدكر 60 درهم الثانيه غراتوي يقدروا يخلطوا يعني يقدروا ياخذوا وحده هكا وحده هكا ماشي مشكل فابور ياخذوا اللي كثيره حتى هي اللي كتنفخ حتى هي المناطق 60 درهم والثانيه غراتوي يقدروا الناس يخلطوا ياخذوا بحال هكا جوج ياك يعني كاين اللي فيها تاخذي وحده والثانيه فابور كاين اللي لا لا دابا حنا كنشرحوا دابا كاينين
زيوت اللي هما ب 60 درهم. دابا انا كنقول لك غير الزيوت تاع 60 درهم والزيوت الاخرى الاخرين ديال هادو اللي ب 30 درهم الثاني كيمشي ب 40 فهمتي. خديتي جوج ب 40 بحال مثلا هذا زيت الحلزون ب 30 خديتي جوج ب 40 زيت الريحان ب 30 جوج ب 40 زيت نوى المشمش 30 جوج ب 40 زيت التفاح حتى هو كذلك نفس الثمن 30 جوج ب 40 زيت الذره حتى هو يا زيت زيت الورد زيت الورد حتى هو 30 جوج ب 40 زيت التوت زيت الفلفل زيت الياسمين هادو كاملين كيمشيو ب 30 جوج ب 40 زيت الخروع حتى هو زيت الثومه زيت الجزر هذا ثمن التقسيط الجمله تواصلوا معاه في الارقام اللي نخلي لكم اول فيديو الجزر مزيان البرونزاج دابا الصيف البرونزاج طبيعي زيت الجزر البنات شوفوا تاهو وحده ب 30 جوج ب 40 زيت الجوز حتى هوايا زيت الخروع اللي غنيه عن التعريف البنات زيت الكركم زيت بذور الرمان زيت الليمون كلشي الزيوت موجوده متوفره ديال الخزامه اي زيت البنات راه عندهم ديال زيت السمسم الزعتر زيت ضد التجاعيد هذا هذاك ب 60 درهم الثانيه كاتو 60 درهم وزيت مضاد لقى الناس اللي كيعانيو من القمله البنات وكيجيبوهم لكم الوليدات من المدرسه هذا كاين زيت 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 مضاد القمل وكيقوي حتى الشعر مزيان الوليدات الصغار هذا ب 60 درهم الثانيه كاتو 60 درهم والثانيه فابوره كاين هذا الزيت النعام مزيانه كتستعمل كماساج البروده الروماتيزم هذه هي 30 درهم جوج ب 40 وجوج ب 40 درهم البنات غندوزو للصابون الصابون كاين هذا ديال الكركم الكركم وحليب اللوز مرطيب ومفتاح البشره 30 درهم الصابون الكبريت مزيان الحبوب هذا ديال سيتري كوزميتيك البنات هذا ساو زوين 30 درهم غادي تشوفوا واحد المفاجاه مفاجاه كملوا هذا الصابون حتى هو 30 درهم مضاد للتجاعيد مرطيب البشره وكيحيد انا باغا نشوف اختي المفاجاه غادي نشوفوا مفاجاه خليكم معنا صابون اللوز حتى هو بلا فيتامين سي مفتحه للبشره مرطيبه حتي زوينه الصابون بزاف بزاف كاينه الصابون الجليسيري والصابون هذا حتى هو كله هذه اللي دارت ضجه البنات وجات وتقادات وجابوها عاوتاني هذه ديال دابا 20 درهم حليب الاتان الثمن ديالهم 30 درهم الثمن ديالهم 30 درهم غنشوفوا واحد المفاجاه في هذا الصابون مفاجاه تسنى هذا الصابون هذا خليكم معنا كاين الصابون بجميع انواع ديالو ديال العسل ديال الورد لبان الذكر ارغان صابون ديال البلدي صابون بلدي صابون بلدي صابونه ديال صابون بلدي وكاين ديال الودعه كاين ديال الورد كاين ديال التين الشوكي كاين حليب المعز حليب الاتان هادو كلهم ديال الاتان البنات الغنيه عن التعريف واللي دارت ضجه هادي فين هي المفاجاه اختي مازال غتسمعوا المفاجاه كاين صابونه ديال الجليسيرين العاديه صابونه ديال ارغان صابونه ديال الجليسيرين بالحامض كلشي الصابون 30 درهم 30 درهم المفاجاه اللي خدا اي صابونه كياخذ معاه صابونه الحلزون غراتوي يلا البنات خدي لي الفابور انت خدي صابونه خدي مع صابونه ديال هولة من الحلزون اللي كدير 50 درهم غتاخديها غراتوي راه مزيانه هاد الصابونه يعني تعزل اي صابونه بغات كتخدم معاها هذا غراتوي كتنقي البشره وكترطب وكتحيد حتى الخلايا الميته يلا البنات ما بغاتش تهلا في راسها خليكم معنا ومعنا البنات شامبو الحشيش شامبو الحشيش هذا مزيان للقشره ومزيان حتى لتساقط الشعر اللي شعرو دهني كنعطيو ليه هذا الشامبو راه زوين افيكاس اللي كيطيح ليه شعرو بزاف كيعاني من تساقط الشعر هذا الشعر هذا اللي غسلتي به شعرك ما تدوخيش لا بدوخيش غتعقلي على البحر ترجعي تاخدي ثاني غنجي للمحل ملي كتعجي المحل لا مش تعاودي تاخدي ثاني لاقاش افيكاس هو زوين زوين بزاف معروف غني شعرو دهني يجي ياخذو ويستعملو راه زوين ودايرين لكم فيه واحد البرومو خطير البنات خطيره بزاف 40 درهم ثانيه غراتوي خودي شامبو قرعه شحال فيها من مين فيها 200 ام ال 200 ملي البنات وحده ب 40 درهم وخذي الثانيه فابور وحده لك وحده لعزيزه لك خليكم معنا ما فيش سيليكون ما فيش بارابين طبيعي 100% بيو البنات طبيعي كما كتعرفوا صدقي كوزميتيك كتجيب لكم غير طبيعي خليكم معنا وندوزو نشوفوا شامبوان الاخت محبوب الجماهير هذا ديال الثومه البنات اللي غني عن التعريف هذا ما في لا سيليكون لا با سون بارابين هذا مزيان تساقط الشعر مزيان حتى للقشره ومزيان كيرطب الشعر مزيان اللي عنده شعر جاف هذا يستعملوه زوين كيرطب الشعر وهذا فيه ما كتبقاش فكره ريحه الثومه
دابا مع الندى دابا الناس بغاو فيه ريحه الثومه حيت مزيان للتساقط الشعر. درنا فيه واحد النسبه قليله كونسونطري تاع الثومه راه ولكن الثمن ديالو راه درنا حتى ثمن زوين ريحه خفيفه ديال الثومه خفيفه ما فيش ديك الريحه بزاف يعني كيتغسلوا مع كتحيد لا راه في حيت الناس كنا في الاول درناه بلا ريحه الثومه الناس قالوا خلينا شويه ريحه الثومه مع الثومه كتحيد القشره كتحيد هذا زيدوا لنا شويه حاره تساقط الشعر زيدوا لنا شويه الثومه باش الثمن الثمن ديالو زوين بزاف كان 70 درهم درنا ليه 30 درهم 30 درهم البنات شحال فيه من ملي فيه توا 200 امل 200 البنات سريع والكميه محدوده كمية كاينة الكمية يلا البنات شنو غندوزو دابا هذا حتى جبتو الشامبو ديالو شوفان حليب الحمارة حليب الاتان البنات شوفو معايا كيرطب الشعر جاف كيرطب الشعر جاف حتى هو درنا فيه ثمن زوين من 70 درهم درنا ليه 30 30 درهم 30 درهم هذا الجديد الجديد اول مره تيجيبوها البنات هذا 30 درهم وانتم عارفين هذا كان دار ضجه في الصابونه وجابوا لكم حتى في الشامبو هذا شامبو العطرشة هذا كيوقف الشيب فيه زيوت طبيعيه وزيوت اساسيه وكيرطب الشعر كيوقف الشيب شوفي معايا مزيان حتى هو درنا فيه ثمن زوين من 70 درهم 30 درهم يلا عوض 70 درهم اليوم غير 30 درهم البنات جابوا لكم الجديد وحتى هو بثمن مناسب جدا كما قلت لكم هذا ثمن التقسيط الجمله بغاو الجمله يتواصلوا معنا كما كتعرفوا شمي صدقي في ريحه هذا بان دوش العود خطير هنا شوفوا معايا هذا الثمن ديالو حتى هو من 70 درهم درنا ليه 30 30 درهم 30 درهم شمي ريحته كي دايره ريحه العود واو كيف ما كتعرفوا البنات كوسميكي صدقي كوسميتيك عندهم تعاونيه خاصه بهم هما اللي كيصايبوا هذا الشيء يعني كل شيء بيو طبيعي 100% شمي معنا هذا البخاخ تاع الشعر العود والجسم البنات المحل تشموا ريحه خطيره هذا البخاخ ديال الشعر والجسم ديال الجسم هذا الثمن ديالو حتى هو درنا ليه من 70 درهم درنا ليه 30 درهم الله البنات غير اللي ما بغاش تهلا في راسها عشاق العود يبانو عندنا اثمنه خياليه مستحيل تلقاو هاد الاثمنه غير عند صدقي كوسميتيك طبيعي بدون الكول ما فيش الكول واش غندوزو دابا دوزو لهذا نيتوايون يلقى اعجاب عند الناس كاملين هاد جيل نيتوايون جميع انواع البشره كيرطب البشره كيفتح البشره ومضاد للتجاعيد هذا بهذا باللبان الذكر هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك شفت فيه اللبان الذكر هكا مصور فوالا طبيعي حتى هو ما فيه حتى شي مواد اللي هي كيميائيه تمام توصل به السيده اللي عندها بشره حساسه البشره الدهنيه البشره العاديه زوين بزاف الثمن ديالو عوض الصابون حتى هو من 60 درهم درنا ليه 40 درهم 40 درهم هذا تغسل به وجهها تغسلي به وجهك من الصباح الصباح يليق لجميع البشرات جميع انواع البشره شنو غندوز دابا السيروم ديال العود السيروم ديال العود اللي دار اعجاب عند الناس كاملين وكيسولوا عليه لحد الان اللي خداه يبان لينا في التعاليق البنات هذا السيروم هذا الثمن ديالو هذا في لافيديو اللي فات كنا درنا ليه 80 درهم ياخذ شي جوج ب 100 درهم الناس كاين اللي ما كيبغيش ياخذ جوج كيقول لك عبوسه واحد كيجيو 80 درهم قاصحه درنا لهم اليوم غير 60 درهم 60 درهم الواحد الواحد 60 درهم البنات الواحد يلا سريعوا هذا موجوده فيه الكميه كاين تبارك الله تبارك الله كتشوف الكميه حتى هنا حتى لهنا غادي ندير لكم واحد الدور على المحل البنات اخر الفيديو كوك حتى هو ما ريحه الكوك عشاق ريحه الكوك حتى هو بارغان ولا فيتامين او غزال هذا السيروم تاعو تا هو نفس الثمن 60 درهم 60 درهم واجي نشوفوا هاد الصباغات الشعر اللي كيسولوا عليها الناس بزاف صباغات الشعر طبيعيه هذه غير عشوب طبيعيه ماشي حنه كتخلط بخل التفاح وبالماء ديال القهوه او ماء ديال الكركدي او ماء ديال البابونج وكتحكمي في اللون ديالها انت على حسب داكشي اللي بغيتي وبالنسبه هي ما كتعطيش اللون في النهار الاول اللي عنده الشيب اللي عنده الشيب كتعطيه اللون الليموني يقدر يستعملها كل اسبوع ما يخافش منها مزيان حتى تساقط الشعر طبيعي
ويحبس. قيس استعمل هذاك الساعه. قيس استعملها عادي راه كتطول الشعر وكتكثروا وكتعطي فيه ديك لابغيونس زوينه. وبالنسبه للثمن 40 درهم جوج بستين. 40 درهم جوج بستين البنات. وندوزو دابا هذا حتى هو درت الجر في الفيديو اللي فاتت. فاتت. دابا درنا عليه 25 درهم الوحده. ايوا 60 درهم مزيانه للشعر. لا فيديو السابق شنو درنا لها 20 درهم 20 ودابا 25. علاش؟ حيت تزاد جوج برودوي جديد راه ملي كيتزاد برودوي جديد وهذا راه كيتزاد. خصك تنقصي على المتتبعين ديالنا ولفتيهم مره وكيجيو عندك من بعيد عرفتي الناس ملي كيدير بلاصه. ماشي حاجه كبيره 60 درهم راه الثمن الاصلي ديالو هو 60 درهم. دابا من البرودوي من 60 درهم درنا لي دابا 25 درهم البنات. الثمن ديالو راه 25 درهم راه ثمن الجمله داك النهار راه غير كان الله تحت ثمن الجمله. والفائده اكثر منه البنات الفائده ديالو راه غزال الناس اللي جربوه يبانوا انه فتح على الشعر. عوض ما ياخذ هذيك الدهنه اللي كطيح الشعر ياخذوا هذا الجيل هذا الجيل ما كطيح الشعر هي مزيانه للتساقط بالعكس زوينه خلطات ديال الخلطات ديال البنيتات الخلطات ديال الشعر اللي كيداروا خلطات كتزيد معهم لي ماسك كتزيدي معهم عويشقه عندها فوائد ديالها كثيره بزاف. وباش غنختموا ليهم هذه سيده كانت زبده الجوز لهنا هذيك كما قلتي ليا بيو قدرتي طيبوا بها هذه تقدري طيبي بها الريحه تاعها ريحه الكوك طبيعي 100%. البنات بغيت حتى تجيو للمحل اللي جربوها مزيانه للبشره مزيانه للشعر كترطب بشكل واعر 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 بزاف. والثمن تاهو بغيتو يكون واعر. عوضت 80 درهم 60 درهم 60 درهم البنات شحال فيها؟ فيها رابعه ماشي الاخرى رابعه سيروم اللي صورناه في الفيديو السابق البنات دار ضجه وما بقاش وجبتوه جوج مرات. جبناه جوج مرات والمره الثالثه ثاني ما بقاش وعاوتاني جبناه هو بحال جبناه ثاني راه زوين بزاف هذا بالفلوغ دورونجي ولا فيتامين او. بغيت جميع الناس اللي خداو من عند صديقي كوزميتيكا البنات يبانوا لي في التعاليق. شمه شوفوا اش كيفاش داير دار من الليل لليل حتى هو من الليل لليل من الليل لليل راه زوين بزاف كيرطب البشره مزيان التجاعيد مزيان لي طراس ديال الحبوب واعر واعر بزاف بزاف تاريخ شويه خطيره البنات. فيه السهر فيه السهر وفي لا فيتامين او ولا فيتامين سي تو الثمن ديالو 30 درهم. بغيت جميع الناس اللي خداو من عندكم قولوا لنا بانوا لنا في التعاليق لان دار ضجه وخداوه وجابوه ثلاثه المرات كما قالت لكم الاخت وتقاده ودابا راه جابوا لكم منه هذه الكميه واخا كنوريكم هذه الكميه تقدر في يومين ما تبقاش. كاين هذا اللبان الذكر اللبان الذكر ل 50 درهم كيمشي مع مقطر المورد او مع اي مورد مع اي مقطر ها هو حنا ذوبناه كما كتشوفوا معنا دار من الليل لليل شي ها هو شي كذوبيه في الماء ديال الورد ديال الورد تقدر تستعملي البشره ديالك من الليل لليل راه كتشربوا البشره بشكل طبيعي كيوحد اللون مزيان التجاعيد كيحيد حتى لي طاش ديال الوجه بحال هكا معروف البان تاع الضحك ضربات الشمس ديال مع السخونيه ديري في الليل شحال كيدير الثمن ديالو 50 درهم كتعطيو معاه المورد غراتوي فابور تقدر تاخذ شي ماء اخر من غير المورد تقدر تاخذ ماء ديال الخزامه ماء النعناع ماء اليزير ماء الكاليبتوس ماء الزعتر ماء الحامض هذا ماء الحامض ياخذوا البنات اللي عندهم بشره دهنيه ماشي البشره جافه مقطرات كاملين درنا لهم 20 درهم 20 درهم بدل 30 درهم واللي خدات لوبان الذكر تاخذ معاه مقطر غراتوي فابور مرحبا مرحبا حتى المقطر ديال مات الورد حتى هو 20 درهم مفاجاه اللي كاينه في المحل اليوم هي مفاجاه مفاجاه اللي كاينه اليوم جابوا لكم ملحفه النيله ملحفه النيله نفسها كما يعني كتشوفوا معنا تستعملوها للتبييض تبييض هذه تبييض خطير هذه البشره باش كتعرفيها انها اصليه ها انت كتشوفي معايا فيها هذا البغيون من الريحه تاعها وكديرها غير بحالك كديري بحالك على البشره معنا البنات باش تعرفوا انها اصليه ها انت قلتي لي كيكون فيها هذا البغيون باش كيعرفوا الناس والريحه والريحه تاعها الريحه واش يكون فيها هذا البغيون هكا باش تعرفوا انها كلها نيله هذه انها اصليه البنات اصليه طريقه الاستعمال ديالها طريقه الاستعمال قطعت تقدري تقطعيها بحال الكوتروفات طري في الوجه طري في الجسم اي بلاصه تقدري ديريها ديريها تحت الابطين كتبيض البلاصه اي بلاصه تبيضيها الكحوليه ديريها راه زوينه بزاف حتى بين الفخذين حتى هي تقدري تستعمليها
يعني سكتها على اربعه، وحده تخليها الوجه ديالك أيه. وحده تحت الابطين، وحده ما تسر ليها ما والو، تستعملي غير هكا غديري لها غير بحالك وتخليها الليل كامل الغد لي غسلي. يعني ما ديري معها حتى شي حاجه، ما ديري معها حتى حاجه غير هي بوحدها استعملها الوجه ديال الناس ديال الصحراء. هذه الطريقه الاصليه ديالها، الطريقه الاصليه ديالها البنات هي الاصليه ديالها. كتشديها تدوزيها بحال كيف ما درنا لها في يدينا، تتحكيها لوجهك او البلاصه اللي بغيتيها تبيض وتنعس. الصباح تغسلي بالصابون شيها مشافه اصليه اصليه هاي شتي. وبالنسبه للثمن ديالو، الثمن ديالو 50 درهم شتي، 50 درهم معها صابونه فابور، معها صابونه فابور البنات. وكما قلتي لي هذه ما كتغسلش، لا ما كتغسل ما والو، يعني كتبقى عندهم، كتبقى عندك اون فوا كتستعمليها كتخليها تنشف، تخليها طويها وطرفيها وطرفيها وقت ما بغيتي تستعملها استعملها من الليل الليل من الليل الليل البنات. هذه مبيضه البنات اللي بغات تبيض، خطيره هذيك الليطاش اللي عندها هذيك سميتها الليطاش الكير في اي حاجه مع الوقت غادي يحيد. اش غندوزو الغسول الحمام، غسول مسقي هذا بالعود، غسول مسقي بالعود. جابوا لكم شمي معايا، الله شمي حتى الغسول حتى هو داروا لكم فيه بالعود صح، حتى هو تبرع اليوم معنا دابا في بلاصه 40 درهم درنا لي 20. هذا معاش الفابور وراه هو فابور 20 انا باغا الفابور وتاتمينه تستاهلي كل خير اختي، يخليك تستاهلي. هذه التبريمه الصحراويه فيها النيله، هذه كتشوفي النيله لا تختي. الغسول هذا وحده ب 20 درهم عوض 40 درهم، عوض 40 درهم غير 20 درهم. واجي تشوفوا معنا هذه التبريمه واعره، التبريمه هي كتشوفوا فيها النيله، هي كتشوفوا فيها معايا فيها النيله البنات، كتبيض خطيره هذه. الثمن ديالها تبانو عندنا فنه، الثمن ديال هذه 30 درهم، 30 درهم البنات. ما تشيش الحمام بيديك خاوي، ندي معاك الغسول، ندي معاك هاد التبريمه الصحراويه وحتى الصابون البلدي بالاعشاب وبالقهوه. هذا قوماج وصابون تاخدي منه، حتى تاخدي الصابون البلدي وتاخدي التبريمه تخلطيهم بجوج. هذا الثمن ديالو 30 درهم، 30 درهم راه واعر بزاف. شمي الريحه ديالو، ارتقى ريحه ال عرفتي صابون البلدي والاعشاب. هذا الثمن ديالو 30 درهم، 30 درهم. ولكن عرفتي اش كيدير، كيخرج في الحمام اللي جا عندي كيقول لي الوسخ ما كيبغيش هذا، واحد بس قالت لي تشوت قايده كوني. البنات جبنا لكم حتى التبريمه، الغسول، الصابون البلدي، كلشي عندهم، والاثمنه حصريه عند صدقي كوزميتيك. كما قلت لكم ثمن التقسيط هو هذا، وثمن الجمله تواصلوا معنا في الارقام. هذا مخفلت العود، يسرقي كوسميتي، هذا خاص خطير، ريحه خطيره من عيالات. هذا النساء والرجال كلشي، يلا البنات الثمن ديالو هوته هوته اليوم، من 100 درهم، من 100 درهم دابا 50 درهم. هذا هوته اليوم، هذه الهوته وريحه شميتي، ريحه شميتو خطيره البنات. وغتجيو المحل وغادي تشموا الريحه ديالو هذا. يعني عوض من 100 درهم دابا غير 50 درهم. يلا البنات، وكاينه واحد المفاجاه واعره للناس اللي جاو تقداو عندنا. كاينه الكميه، كاينه الكميه، الكميه موجوده، الكميه كاينه اللي جاو تقداو عندنا. بغيتكم تشموا هذا، هذا عن تجربه البنات، خذوا بعينيكم مغمضين. عندنا حتى البخور دابا، دويره البخور غادي عوض ما تاخذوا. وعندهم حتى البخور العود، جميع الانواع جد مناسبه بحال هذا الصف كامل اللي دستي دابا 70 درهم، 70 درهم البنات. شوفوا معايا عندهم حتى المبيخرات، المبيخرات دابا راه فيهم صوب عوض 25 درهم ديال الطين، كيبقاو غير بهذا ب 15 درهم، 15 درهم البنات. شوفوا معايا هادو تاع الطين شتي، ديال اس هادو 15 درهم، 15 درهم يلاه. وهذا الموديل هذا كامل كيبقى 90 درهم ديال الاخر، هادو كاملين 90 درهم. تبارك الله ما شاء الله، راه المحل فيه كلشي، غير غتجي غتحيري اشنو تاخذي البنات. ما قدرناش نصوروا لكم كلشي باش ما نطولوش عليكم الفيديو. المفاجأة اللي جاو تقداو عندنا اكثر من 100 درهم في المحل، ختامه مسك، ختامه مسك، باش نختموا اليوم بالكادوات. الكادوات اللي جات تقدات اكثر من 100 درهم هنا في المحل، في المحل في عين المكان، غادي ياخذ من عندنا كادو من الفخار، من الفخار شي حاجه اللي هي سبيسيال. غادي نشوفوا المفاجاه ليهم دويره، هذا غير جزء منه، جزء البنات يعني اللي تقدات 100 درهم من المحل، ميز بياسه اللي تقدات من المحل البنات، تاخد طاجين، تاخد شوفوا معنا كاينه طاجين، كاينه طنجيه،
كاينه قصريه البنات والطنجيه. يلا مع العيد في المحل. مرحبا بكم والف مرحبا. مع العيد الكبيره البنات غتحتاجوا الطنجيه وغتحتاجوا الطويجنات. يلا احسن كادو عطاو لكم مع مناسبه العيد الكبير. الله يجيبوا لينا بالصحه والسلامه البنات. بالنسبه لخارج كازا راه كنقولوا لهم ليك دوالا ليفريزون غراتوي. لا ليفريزون غراتوي خارج كازا. الناس ديال كازا حتى هادشي كيتهرس البنات، ما غيبغيوش يرسلوا لكم خارج كازا، يوصل لكم مهرس. الناس اللي غيجيو للمحل ابتداء من 100 درهم خودي كادو ديال الفخاره البنات وبصحتكم. كاين حتى ل 100 كادو. 100 كادو يعني مرحبا بكم الناس الاوائل. مرحبا بكم خارج كازا اكثر من 200 درهم توصيل فابور. بالنسبه لسلقي كوزميتيك راه كيتواجده البنات في كازا الحي المحمدي قصاريه عقبه. قصاريه عقبه من نافع غنيه على التعريف. توقيت العمل؟ توقيت العمل من 9 حتى 12 ونص ومن 3 حتى 8 ونص. من 9 حتى 12 ونص ومن 3 حتى 8 ونص. مرحبا بكم. واش كتحلوا طيله ايام الاسبوع؟ ان شاء الله. هذا الاسبوع هذا ديال لابرومو غادي نبقاو حالين ان شاء الله. لابرومو فيها اسبوع ياك اختي مريم؟ اسبوع يعني العرض محدود البنات سارعوا. بغيتكم كلكم تستافدوا من هذا البرومو اللي دايره لنا اليوم صدقي كوزميتيكا البنات في العطريه في جميع المنتوجات اللي عندهم. منتوجات طبيعيه زيوت وحليب كما قالت لكم بس الحر. واعملوا العرض محدود. العرض محدود اسبوع اسبوع. جيو باش تستافدوا من هذا لابرومو وحتى لي كادو وحتى لي كادو اللي هي محدوده كما قلنا 100 بياسه كادو. مرحبا بكم 100 بياسه البنات ديال الفخار مرحبا بكم خارج يعني التوصيل راه التوصيل هو كادو بحد ذاته خارج كازا خارج المغرب حتى هما ما سخيناش بكم كيف ما كتعرفوا ما بغيناش نطولوا عليكم الفيديو واخا طولناه. بغيتكم تشوفوا جميع المنتجات لان كيستاهلوا البنات انكم تكونوا مستفيدين. كما قلت لكم العرض محدود لمده اسبوع بغيتكم كلكم تستافدوا. يلا يا البنات نخليكم هنا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع صوت جديد وهوته جديده. وبسلامه عليكم. ما تنساوش لي لايك والبارطاج باش كلشي يستافد. فالعنوان البنات تاع صدقي كوزميتيك اللي كتواجد في كازا الحي المحمدي قصريه عقبه بنو نافع راه كيدوز محدام الترام. شنو سميت المحطه الترام؟ محطه الترام دوره المذاكره. محطه الترام دوره المذاكره وبنو تاشفين البنات. غادي تسولوا على قصريه عقبه راه كيحطوا حداها غتدخلوا نيشان البنات غتكونوا جايين في قصريه تتلقاو تتلقاو صدقي كوزميتيك وكتدخلوا اللي كنبغي ناكد لكم عليها البنات هو اونتر ميدي اذا راه ما كيكونوش حالين. كاين الناس كاين الناس اللي غيجيو غيلقاوها ساد وكيحلوا طيله ايام الاسبوع. هذا هو البرومو اسبوع فقط. العرض محدود. هذا البرومو البنات سريع لمده اسبوع فقط.